لطالما انتظرنا نشرات الطقس لمعرفة أجواء الغد، ولم نكن لنتوقع يوما أن نشاهد نشرات طقس متخيلة لأيام محددة من العام 2050. بادرة أرادت من خلالها منظمة الأرصاد الجوية العالمية تقريب سيناريوهات الكوارث الطبيعية المحتملة بسبب الاحتراز المناخي، بالتزامن مع إعلان العام 2014 الأكثر حراً منذ البدء بتسجيل بيانات الأحوال الجوية في العام 1880. ورغم جهود نشر الوعي، لا ترى الأمم المتحدة حلولاً سحرية لمشكلة تغير المناخ. لدينا إحساس عال بما ستتمكن الدول من فعله في الأجل القصير، وأن مجموع جهود الفاعلين سواء حكومات أو غير حكومات في قمة باريس لن تتمكن من وضعنا على مسار درجتين مئويتين العام المقبل. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تخشى أن يصل تركيز غازات الاحتباس الحراري إلى مستويات يستحيل معها حصر ارتفاع درجات الحرارة. الزيادة لا تتباطأ بل تتسارع في الواقع، وهو خبر مقلق، ما يعني صعوبة البقاء تحت الهدف من درجتين على مستوى العالم. هذا وأتى انعقاد مؤتمر المناخ في العاصمة البيروفية لمناقشة اتفاق مناخي عالمي جديد من المقرر أن توضع اللمسات النهائية عليه في باريس خلال عام، مع الاتفاق على كيفية التوصل لخفض أكبر للانبعاثات المسببة لارتفاع حرارات الأرض. زينب خرفاتي، العربية.